بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة، ونتمنى لكم التوفيق جميعا. وكنشكركم دائما على المتابعة ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. اليوم حبيت نصيب معكم واحد الوصفة اللي هي عبارة على بريوش بمقادير بسيطة متواجدة في كل بيت، اللي هي كما قلت لكم بريوش بالبطاطا. هذه هي النهاية ديالو. نتمنى هنا الإعجاب ديالكم وتجربوه، ما تندموش. بسم الله، نجيب معكم واحد طريف. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي بحال الشهده من الداخل. انتم تتشوفوا الشكل النهائي ديالو، وكيعطي واحد المذاق زوين. كما قلت لكم المكونات ديالو راه كلشي موجودين في البيت، ونتمنى تجربوه وان الاعجاب ديالكم، وتابعوا المراحل مرحله بمرحله حتى الاخير فيديو ان شاء الله. نتمنى لكم تستفدوا منه ان شاء الله بحول الله. بسم الله على بركه الله. المقادير اللي كنحتاجو لهاد الوصفة هما هادو. بسم الله، هنايا عندي تقريبا كاس ونص ديال العنبة ديال البطاطا. البطاطا اللي راه ما سلقتها مزيان وطحنتها ودوزتها فواحد الصفاي باش ما يبقاو فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجة. نتوما تتشوفوا كيفاش كتبان لكم، راها ولات كريمي. بسم الله، نجيب واحد البيضة، بيضة واحدة. هنا عندي كاس ديال السنيدة، هنا عندي الزيت ولكن ما غنديروش كامل، غنكتفي غير بواحد جوج معالق. هنا عندي دانون، واحد المعلقة ديال الخل، معلقة كبيرة. هنا عندي واحد فانيليا. كما قلت لكم هنا عندي فانيليا، نسيت ما حليتهاش، عاداك وقفت حليتها. هنا عندي الخميرة، الخميرة ديال العجينة درتها في واحد شوية الماء دافي باش غادي تطلق شوية. الا كان الحال بارد ضروري ديروا الخميره، ديروا الخميره بالزيت. كان الحال سخون ديروا غير القليل ديال الخميره. دابا راه كما كتعرفوا الجو بارد، ضروري الخميره تكون بالزيت. دابا غنخلطوا. عندي مازال هنايا واحد معلقه ديال الزبده نباتيه، وعندي خماره ديال الحلوى والطحين حسب الخليط. غنخلط هاد المكونات وغنرجع معكم. الخليط ديالي هو هذا. دابا غندير واحد شويه ديال الملحه غير باش نعادل المذاق. الملحه راه ضروري منها في اي حاجه. دابا غنجيب الطحين، والطحين ما غنزيدوش في دقه واحده، غنديرو غير شويه بشويه حتى نجمعوا العجينه ديالنا. كما كتعرفوا الطحين راه ما تيكونش مقاد، ماشي كلشي بحال بحال. كاين الدقيق اللي كيتشرب، كاين اللي ما كيتشربش. كنزيدو غير شويه بشويه حتى تعادلوا العجينه ديالكم. دابا غنجيب هذيك الخميره نزيدها. ونجيب هذيك المعلقه ديال الزبده. الزبده راه بحراره المطبخ، ما درتهاش في الثلاجه، بقات خارجه من الثلاجه. كما تنعرفوا الزبده راه ديما كتفتي لينا الحاجه. هذه الوصفه ما نحتاجوش فيها الحليب.
بلاصة الحليب عوضناه بكريم ديال البطاطا. كيف ما قلت لكم في الاول، البطاطا ضروري خاصها تدوز في الصفار باش ما تبقاش دير لكم الحبيبات. وردوا البال مع العجينه عفوا، ما تجيكمش قاسحه وما تجيكمش رطبه. الوصفه كتوجد في مده قصيره، ما كتاخدش الوقت بزاف، تقدر ديريها في الكوتي. رانا ديجا مجرباها وعجبتني، علشان بغيت نوريها معاكم. هي عجينتها راه تقيله، كتعيل لي واحد شويه. نبقاو مره مره نقيسو العجينه باليد ديالنا اللي ناشفه باش نعرفو القوام ديالها فين وصل. نجمعها ونرجع معاكم. الخليط ديالنا هو هذا. دابا ندهني يدي بشويه الزبده باش نجمعو، شويه الزيت عفوا، غير باش نجمع الخليط مزيان. حاولوا ما تدلكوهاش، هي راه تبغي غير تخلط. تقريبا راه خدات شي 5 الكيسان ديال الطحين. دابا نغطيها بواحد البلاستيك. وغنزيد عليها واحد المنديل من الفوق ونخليها واحد تقريبا شي نص ساعه، ولا بين ما طلع فيها الخميره مزيان، لان ضروري خاصها تخمر. ومن بعد نرجع لكم. نرجعت معكم، العجينه ديالي هي خمرات، انتم تشوفوا هي خمرات. دابا غنجيب واحد البلاطو، بسم الله، وغنجيب شويه ديال الزيت هنايا غير باش ندهن يديا. وحاولوا دابا ما ترجعوش فيها الخميره، لا حاولوا تبقاو تقطعوها غير هكايا، حاولوا ما ترجعوش فيها الخميره، ديروها كويرات صغارات. ضروري ندهنوا يدينا بالزيت باش العجينه ما تلصقش لينا. غنمشي معاها هكا كويرات صغار حتى نساليها ان شاء الله، ونوريكم كيفاش غنشكلها عاود من بعد. كما قلت لكم حاولوا ما ترجعوش فيها الخميره، حيك الحال بارد، الا رجعت فيها الخميره ما تبغيش تطلع ثاني مره اخرى في ساعه. عاونوا بالزيت حيت العجينه كتلصق. هنايا عندي هاد المول داير، درت واحد الزليفه صغيره الوسط. هاد الزليفه غير باش تعطيني واحد الديكور لهذا الوصفه ديالي. ان شاء الله غادي تشوفوا كيفاش غادي نخدمها، ومن بعد غير نكمل التقطاع ديال العجينه، وغادي نحيد هاد الزلافه ما نخليهاش. هنايا عندي هاد الشوكولاته حبيبات، وعندي شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت باش غنسرحها. تابعوا معايا. هاد النقيطات راه من غير الشوكولاط، ما تقولوش شي حاجه. نجيب شويه ديال الزبده، غير شويه الزبده ما تكتروهاش، غير باش شفتي لكم العجينه. نجيب شويه ديال الشوكولاط، غنلويها هكا، نخليها جانبين. نجيب واحدة اخرى،
شوية الزبدة العجينة راها مرخوفة، صبروا معاها تتساليوا ليها الخدمة ديالها وصافي يمشي على هذا الشكل هذا تنساليهم. بعد ما كملتها في التقراص جات على هذا الشكل هذا. دابا غنحاول نحيد هذه الزلافه ما غنخليهاش. هاد الزلافه كتعطي واحد الديكور هنايا باش ملي كطيب كتعطي واحد الشكل زوين. دابا غنغطيها عاود بواحد البلاستيكه وغنزيد عليها واحد المنديل ونخليها تخمر. وقبل ما غندخلوها الفران ممكن دهنوها بالبيض، البيض ديروا في واحد الصفر ديال البيض، زيدوا في واحد معلقه ديال الماء الزهر او الخل ودهنوها وزينوها بالزنجلان. ما بغيتوش ديروا البيض على حساب ديك القشر اللي كتجي الفوق، ممكن ديروا زبده، تسخنوا الزبده ذوبوها شويه ودهنوها من الفوق صافي ودخلوها الفران وديروا معاها البلطة طيب وصافي. راكم عارفين اللي عندها الفران ديال الغاز راه عارفه القياس ديال الفران، اللي عندها ديال الضو راه عارفه. المهم الفران راه عينكم ميزانكم، ما نقدرش نعطيكم الوقت محدد وخليكم معايا تتوجد ان شاء الله. بسم الله. كما قلت لكم الدهن لا كنا الاختيار، كل وحده اش بغيت اش بغيت تخدم. انا درت هنا غير شويه ديال الزبده مذوبه. بسم الله. الزبده كتعطي واحد اللون زوين الصراحه وكتخليها رطبه. البيض شنو الفرق بين الدهن ديال الزبده والبيض؟ البيض كيخلي واحد القشره. حاولوا انا راه خرج ليا ماشي خرج ليا الشوكولاط، غير ملي كنت كنخدم يديا تتكون فيها الشوكولاط تيبقى ليا خارج هنايا على السطح ديال العجينه، ولكن ماشي مشكل. الفران ما شعلتوش يسخن حتى ندخلها، ما حد الفران تا يسخن ما حد الخميره كتطلع فيها. وتابعوا معايا تنخرجها من الفرن ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. بسم الله. البريوش ديالي ها هو وجد، شوفوا انتم راه رطب رطب شفتوا. واخا هنايا راه تفكات ليا العجينه خرج ليا الشوكولاط ما يهمش، هنايا عندي شويه ديال النقاش. بسم الله. ممكن ديروا كونفيتير نتوما واللي بغيتو باش تزينو على حساب الذوق ديالكم. اكتفيت غير بالنقاش. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم الوحده كل وحده والاختيار ديالها على حسب الذوق. النقاش هو تيعطي واحد اللوين زوين. هنايا عندي شويه الزنجلان اللي نقيته وحمرته في الفران. بسم الله. ممكن ديروا شويه اللوز ولا شويه الكاوكاو ولا اللي عندكم قضيو بها. انا عندي الزنجلان هو اللي واجد هو باش غنقضي. هو ضروري يكون محمر باش كيعطي واحد الذوق زوين، واحد المذاق. ايوا هي هذه البريوشه ديالي اليوم اللي وجدت معكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنسوناش في التعاليق ديالكم وفي الاشتراكات ديالكم. جزاكم الله خيرا والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.